الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حلالة بدريق اسمه باندده، ذبح لله. الله رب العالمين دبار الذبح حلالة كول. تذبح الهدي الأضاحي. قرباني أغا ألالي أو ده أختر قرباني ده حج قرباني ألالي. نعم تذبح وتتصدق ألالي أو بي صدقك. القسم الثاني من الذبح شرك أكبر. دوام قسم ده ذبح حلالي أغا شرك أكبر ده. يذبح للجن. شاغد بيري ده بار حلالكي. يذبح لأصحاب القبور. ده قبر نبنم باني حلالكي. يذبح للأولياء. ده ولي نبنم باني حلالكي. لماذا؟ لأنه يعظم هؤلاء ويحب هؤلاء تعظيم ومحبة مساوية لمحبة الله. ولي زكى شداد ودي سر دمر محبتك شغيدة الله ده محبته وعزمت سر برابر كريدي. هذا نسأل عافية السلامة شرك أكبر. ده دينا ده الله أنا ما في قارو أو بنا قارو ده شرك أكبر ده. الثالث ذبح جائز. دريم قسم ذبح حلال جائز ده. أذبح حتى آكل. حلالكم ده وجهنا تغوخي وخرم. أذبح لأنني جزار أبيع اللحوم. حلالكم ذي وجن جزء قصابي مغخي خرصوم. إذن الحذر كل الحذر من الذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر. نخبر دار دينا دير زاد زان ساتلي جي إنسان ده اللهنا بغير ده بلچا بنوم ده بلچا ده بار حلالو كذا شرك أكبر ده. ذبح للجن لأصحاب القبور نسأل عافية السلام والله أعلم. قبرون ولا ده بار حلالك ولا ده بيريان بنوم ما ده حلالك ولا ده طول والله تعالى أعلم.